مرحب بحضراتكم مرة أخرى وفقرة رائد أعمال. لو أنت شاب، لو عندك فكرة عايز تنفذها وتحولها لمشروع، لكن عندك مشكلة، محتاج مكان تشتغل فيه، مكان تقدر تأجره طبعا، ودي إحنا عارفين ده مشكلة اليومين دول جدا. إمكانياتك المادية في البداية أكيد بتكون لا تسمح بتأجير مكان. الحل هيبقى إيه؟ الحل سادس، الحقيقة مساحة العمل المشترك أو co-working space هو أساس موضوع النهاردة، أو أساس الشغل اللي قام عليه المهندس مازن اللي مشرفنا النهاردة. وعايزة أقول حاجة مهمة جدا، اللي هو تم اختياره من خلال مجلة فوربس الأمريكية كواحد من أهم 30 رائد أعمال في إفريقيا. مشروع The District النهاردة هنعرف يعني إيه The District، يعني ايه co-working space، كل ده من ضيفنا اللي احنا معلش مصحينه بدري النهارده، المهندس مازن حلمي. اهلا بيك وصباح الخير. اهلا بحضرتك. ايه بقى يعني The District؟ اسم مجهول الهويه شويه. هي الفكره كلها جديده، الاسم مجهول بالنسبه لناس كتير. The District كان بدانا من 3 سنين، كان من اول مساحات العمل المشتركه في مصر. هي ببساطه كده الفكره، بدل ما كل حد بالذات الشركات الصغيره او رواد الاعمال الصغيرين لسه بادئين، بدل ما كل واحد يضطر ان هو يشتغل من كافيه او يشتغل من بيت او يشتغل او يضطر ان هو ياجر شقه ويفضل قاعد فيها لوحده ويتحمل كل اعبائها، احنا فكرنا ليه الناس دي كلها ما تتجمعش في مساحه واحده. من ناحيه الريسك او المخاطر ان حد يفتح مكان او مكتب لوحده، مش هيشيله يعني، فاهم؟ مش هيبقى الريسك كله واقع عليه هو، لا يعني فاهم، متقسم علينا كلنا، التكلفه متقسمه على الناس كلها. واهم حاجه فكره ان انت لما بتجمع الناس في مكان واحد بتلاقي فيه تبادل خبرات وتبادل مصالح، حتى يعني فهم معرفه، بتبدا العلاقات تتوسع بطريقه اكبر بكتير جدا. ده بيساعد حاجه زي برين ستورمينج كده، كل واحد يقول برضو فكره يخدم التاني. بالظبط، الفكره كلها ان انت يعني على الاقل انت كل يوم بتقابل 20 واحد مختلفين. كل واحد عنده تجاربه اللي عدى بيها في حياته، وعنده الدراسات بتاعته، عنده كل حاجه. هو كفايه جدا وانت بتتكلموا وانت بتشربوا الشاي مع بعض مثلا او بتتغدوا مع بعض، هو عنده منظور مختلف خالص ان هو يبص فيه على مشكلتك. فطول ما انت تبقى حاسس ان المشكله كبيره جدا، هو ممكن في نص ساعه او في 3 دقايق وانتوا بتتكلموا يقول لك اه طب انا اعرف كذا ممكن تحلها بالطريقه دي، او يديك رقم حد او كده. ففي الاخر الموضوع بتحس يعني الى حد كبير بيسهل الخطوات اللي ممكن ياخدها اي ستارت اب او اي شركه ناشئه عشان توصل لمرحله الاستقرار. طب خليني اسال اسئله اللي هو بيطرحها المواطن العادي، يعني خلينا ما نبقاش مش علميين، لا خلينا يعني طبيعيين كده، وزي ما بيقولوا practically يعني عمليين. co-working space يعني هاخد مكان وهبتدي اقسمه، كل واحد ياخد جزء علشان يشتغل فيه. لما انا بقعد في بيتي مع اخواتي ومع مش عارفه مين، بيبقى عندي مشكله في اوضتي واوضتك، وانت خدت ده من اوضتي وحاجتي، يعني ده مش بتواجهه مشاكل في ده ان كل واحد ياخد مكان يبقى مخصص لعمله؟ لحد دلوقتي بصي يعني ما واجهتناش المشكله دي. هو كل اي حاجه في الدنيا. طب ده مش طبيعي؟ مش طبيعي ايه؟ مش طبيعي ان انا اللي انا بقوله ده مش بيحصل، يعني ده واقعي جدا يعني. اكيد اكيد واقعي جدا. فلسه يعني هو كل حاجه في الدنيا ليها يعني فاهم جانب كويس وجانب ايجابي وجانب سلبي. طب ما قابلتش ده ان انت مثلا جبت مكان وكان في كذا حد كل واحد عايز ياخد الكورنر ده او الاوضه دي او ما شابه، لا هي دي اللي هتبقى المقر بتاعي؟ يعني بيتم على الاقل مثلا تحديد مساحات العمل بناء على ايه؟ احنا عندنا النموذج مختلف شويه، احنا حتى يعني الشخص احنا مش مقتنعين بفكره ان يعني فاهم الانتاجيه ممكن بتزيد اكتر لما انت تبقى عندك فلكسبيليتي او حريه الحركه. فانت مش مجبر ان انت تقعد على المكتب ده او في المكان ده. هو يعني المكان احنا واخدين مكان يعني حوالي مثلا دلوقتي وصلنا 1000 متر في المعادي. اي حد بيجي بيشتغل، احنا فاهم فاتحين مثلا طول اليوم موجودين، فاللي بيجي بيقعد في المكان اللي يناسب موده او يناسب احتياجه في الوقت ده. فممكن حد ده في شكل معارض ولا في شكل ده يبقى مقر للعمل؟ لان كده تفرق. مقر للعمل معنى كده ان انا عندي فايلات وعندي ملفات وعندي حاجات لازم احتفظ بيها، فلازم يبقى لي مكان محدد. لكن لو انا جاي اعرض عندك وبدل ما اجر مكان وبدل من كده، لا ممكن اخد اي مكان وكل مره اغير. لا هي بشكل مكاتب يعني. انت بتقعد تشتغل في المكتب اللي انت عايزه. بالنسبه للورق والفايلات والحاجات بتاعت كل واحد ليه الدولاب بتاعه، بيعين فيه ورقه المهمه او حاجه او الكلام ده كله. فبس في الاخر يعني فاهم ان انت لو خلصت الشغل على المكتب ده، جمع ورقك حطه في الدولاب بتاعك، بحيث لو في حد تاني عايز يجي يشتغل على نفس المكتب يعني.
هيلدي يعني الدنيا كلها يعني اوبن سبيس مساحه مفتوحه في مكاتب مختلفه في ناس ممكن تبقى حابه تشتغل على مكتب في ناس تبقى حابه تشتغل على ترابيزه على كاوتش او كنبه فبيختلف احتياج الواحد في كل فتره انت محتاج ايه بالظبط يعني. طيب حضرتك اصلا خريج كليه هندسه قسم مدني تمام طب ايه الاتجاه يعني انت الفت موضوع مانجمنت كان ايه الاتجاه يعني ايه اللي خلاك تاخد هذا الاتجاه وهل يعني اهلك ما شافوش بقى ان انت درست هندسه وداخل في موضوع كمان ريسكي جدا واحتمال ينجح احتمال لا او فكره غريبه فشجعوك ولا كان في لا اشتغل شغلانتك وخلي ده يعني احتياطي انا قعدت فتره بعد ما خلصت شغلت في شغل هندسه في الانشاءات عادي وبعد كده جيت على 2010 2011 يعني بتوصل في مرحله كده حسيت يعني ممكن مش سوق الانشاءات في مصر هو ده اللي انا محتاجه هو ده اللي انا يعني تشالنجينج او يعني بالنسبه لي تحس ان انت كل شويه بتحقق حاجه فبعد فتره بيبقى الدنيا روتينيه شويه فمن هنا حسيت لا انا محتاج اغير حاجه يعني في حاجه في حياتي انا في اللي انا بحب اعمله محتاجه تتغير فبدات ادور يعني ايه الاهتمامات بتاعتي رايحه في حاجات ايه انا شخصيا انا حد يعني بحب اشتغل مع او فاهم فكره السبيسز او الاماكن ازاي تعرف تخلق مكان مناسب لاحتياجك تحب تتعرف على ناس اكتر وتحس كل شويه ان انت يعني بتعرف تعرض فكره جديده والفكره دي تشوفها انها بتنجح في البدايه طبعا كان ناس كتير مش فاهمه حتى يعني اهلي كانوا مشجعين طبعا يعني هم ما قالوليش اقعد في الهندسه وكده بس كان صعب ان انا اشرح لهم الفكره ايه في الاول بس استخدمت برضو لحد ما الهندسه في موضوع التقسيمات وان انت تشوف الاتجاهات بقى والتوجيه بالنسبه للرياح ومش عارفه ايه الحاجات دي طبعا اكيد كان فيها اللمسه الهندسيه برضو طبعا يعني هو دراسه الهندسه بتفيدك طريقه تفكير كده تحليليه اكتر ف يعني عشان كده بتلاقي حتى مهندسين كتير جدا شغالين في الاقتصاد شغالين في الاداره شغالين في حاجات مختلفه يعني في الاعلام ممكن طبعا اكيد طيب ازاي تم اختيارك او تم ترشيحك اصلا يعني عرفوا ازاي مجله فوربس الامريكيه بوجودك يعني انا استغربت الحقيقه ودي طبعا حاجه مشرفه ورائعه بس ازاي يعني جه التواصل ازاي وان انت تم اختيارك من افضل 30 رائد على مستوى افريقيا رائد اعمال يعني هم جم في اخر 2013 كانوا بداوا ينشروا لو حد اي حد يعرف حد رائد اعمال وعايز يرشحه في اي بلد من البلدان العربيه او البلدان الافريقيه يبدا يبعت الترشيح بتاعه انا بصراحه كنت شفت يعني شفت المقاله بس ما ركزتش فيه قوي يعني وما رشحتش حد يعني وعديت الموضوع بعديها بشهرين ثلاثه صحيت الصبح لقيت الناس كلها بقى مبروك انت تم اختيارك فانا في الاول يعني فما ربطتش ما فهمتش قوي بالظبط انتوا عايزين ايه تم اختياري في ايه بالظبط حتى يعني حد كان بعت لي رسائل بيقول لي مبروك على فوربس فانا كنت لسه صاحي من النوم فقريتها فورد لا انا معيش عربيه فورد فبعد كده فهمت بقى ان يعني فاهم في غالبا في كذا حد من مصر عملوا يعني فاهم رشحوني وهم في فورد بقى خدوا الخطوات بتاعتهم في ان هم يعملوا تشيك على البيزنس وعلى الفكره وعليا والكلام ده كله ففي الاخر الحمد لله طلعت فاهم سيلكتد من احسن 30 واحد واول بقى ما قلت لاهلك في البيت طبعا في الاول وانت متجه كان برضو في تشكيك لك ما حصل يعني حصل ولا لقوا نجاح وبالعكس نجاح وتم اختيارك من افضل 30 واحد على مستوى افريقيا اكيد كان لهم رد فعل وشجعوك يعني الى حد ما طبعا اكيد هم انبسطوا جدا يعني فاهم اول ما عرفت الخبر ده يعني فاهم كان اول حاجه كلمتهم قلت لهم انتوا يعني اعتقد الى حد كبير جدا انتوا عرفتوا تربونا سواء انا او يعني كان قبليها كان قبليها بشهرين بثلاث شهور اخويا الكبير كان يعني هم شغال يعني فاتحين برضو حاجه يعني موفمنت انترناشونال اسمها ماستر بيس بتعمل السلام فكان تم اختيارهم بتعمل يعني بتحاول تنشر ثقافه السلام فكان تم اختيارهم من احسن يعني منظمه شبابيه على مستوى العالم وتكريمهم من بانكي مون في الامم المتحده فهو جه في شهرين ثلاثه كده ورا بعض فانا بالنسبه لي فعلا هي اول حاجه قلت لهم اسمها ايه ماستر بيس فقلت لهم واضح جدا ان انتوا عرفتوا تربونا والحمد لله يعني بدات طبعا دي حاجه تظهر. مشرفه جدا ومشرفه لكل الشباب المصري عايز اعرف بقى خطواتك القادمه بتفكر فيها ايه يعني ايه الخطوات اللي انت ممكن تبقى عاملها يعني نقول جدول اعمالك مش رائد اعمال بقى جدول اعمالك بس اهم حاجه احنا يعني الحمد لله دلوقتي وصلنا لمرحله ان يعني الديستريكت بقت حاجه مستقره اكتر من يعني حتى الناس بقت عارفه اكتر فكره الكووركينج او مساحه العمل المشتركه احنا كم واحد مشترك معاكم لغايه دلوقتي يعني احنا الشهر ده في عندنا حوالي
43 واحد 43 واحد بيستعملوا مكانه. 43 رائد اعمال بالظبط في كل المجالات ولا في مجالات معينه؟ لا مجالات، احنا يعني مجالات مفتوحه، ما كناش من البدايه عايزين نختار على اساس مجال واحد. عشان حبينا ان يعني الحاجه اللي تجمع الناس دي صفات شخصيه مشتركه اكتر ما تكون يعني حاجات في الاندستري اللي شغالين فيها يعني، او في المجال نفسه اللي شغالين فيه. فان شاء الله ينفع مع في الخطوات بتاعتنا ان احنا نتوسع اكتر يعني الكوميونتي، احنا على طول بنسميه الكوميونتي حتى مش عملاء، المجتمع بتاعنا يكبر اكتر ويقدر يجمع ناس ونقدر نشوف الناس دي فعلا حققت نجاحات. يعني انا بالنسبه لي او بالنسبه للفريق كله بتاع ديستريكت، احنا نجحنا مش ان احنا نكتر عدد مساحه الامطار بس، لما تشوف شركه بدات عند ديستريكت صغيره جدا وبعد كده هي خلاص وصلت لمرحله انها خلاص بقت شركه عالميه، ده يعني تعتبر اهم حاجه. احنا على طول على طول بنبقى مقتنعين لما مستوى البحر بيرتفع كل المراكب بتعلى مع بعض. طبعا اكيد. ففكره ان احنا ينفع نجاح اي حد هو يعتبر نجاح لبقيه الناس كلها. فان شاء الله على اخر سنه نفتح، هيبقى عندنا لوكيشن تاني في القاهره. ربنا يكرمنا ان احنا نعرف يعني احنا فكرنا عايزين ناوي تنتشر في محافظات تانية غير القاهره. انا يعني فاهم اول خطوه بعد القاهره على طول عايزين ننزل الصعيد. يعني بالظبط ده اهم حاجه، لان الصعيد محتاج جدا 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 لكل خطوات العمل الحقيقه. مقتنع جدا في مواهب كتيره جدا في الصعيد، يعني هو ناقص بس في يعني فاهم اكسبوجر او العرض كويس. بس لا احنا لازم نبدا نبص، نبعد شويه عن القاهره واسكندريه ونبدا نبص في محافظات تانية كتير قوي يعني. بالظبط. فيعني ربنا يسهل في خلال الثلاث اربع سنين الجايين يبقى عندنا في القاهره في الصعيد وحتى بره مصر ان شاء الله في الريجن بقى بتاعتنا في المنطقه. اكتر حد او اكتر الاعمال الناجحه عندك من ضمن المجموعه كان ايه او في مجال ايه؟ في كتير جدا من اكبر الحاجات برضو اللي انا شخصيا بحب فكرهم، هم في شركه ناشئه برضو يعني هم كانوا تعتبر من اول الشركات اللي بتعمل زراعه للاسطح في مصر. احنا محتاجينها جدا عشان نتنفس. وهم مركزين برضو كويس عندهم ان هم في الشركه مركزين زراعه الاسطح للاسر محدوده الدخل، بحيث ان هو يساعده وهو بيديله وحدات الزراعه بيساعده في ان هو يزرع ويطلع بمحصول، سواء المحصول ده هيستخدمه لبيته او هو هياخد المحصول يسوقه له ويديله نسبه في الاخر من الارباح. وده تم تطبيقه بالفعل في مناطق؟ ده تم تطبيقه، هم شغالين في كذا منطقه دلوقتي، شغالين في المعصره، شغالين في عزبه الهجانه، وشغالين في عندهم خمس مناطق بالظبط، مش عارف بالظبط المناطق بس شغالين في كذا مناطق، في بالذات في المناطق المستوى الاجتماعي اقل شويه. وعندهم بقى احنا لازم ان شاء الله من خلال برنامجنا لازم هنستضيفهم، لان الفكره دي فكره رائعه وفعلا ممكن تغير من شكلنا. واحنا الواحد راكب مثلا طياره وتبص كده هتلاقي كل اللي فوق كده مساحات خضراء. اولا هتغير الجو هيبقى انضف وهيبقى نسبه التلوث اقل وصحتنا هتبقى افضل، وفي نفس الوقت كمان جماليا الشكل يبقى مختلف. فطبعا يا ريت انت توصل لهم بقى وتعمل تواصل بيننا اكيد ان شاء الله، عشان يشرفونا ان شاء الله في الاستوديو ان شاء الله، وهننزل نصور بالفعل المناطق اللي فيها اسطح دلوقتي نقول عليها جناين، حتى لو ما كانش محصول زراعي، لا بنتكلم على حتى لو ورد اي حاجه خضراء بس يبقى فيه متنفس في المدينه. انت الحقيقه شرفتنا جدا باشمهندس مازن، وربنا يوفقك. وعايز اعرف لا حاجه اخيره، ازاي الناس تتواصل معك والاتمان التمن اللي ممكن يبقى اخد مساحه دي عندك قد ايه؟ تمام، الناس ممكن تتواصل يعني احنا لينا صفحه على الفيسبوك اسمها ديستريكت ايجيبت، اللي ممكن يتواصلوا معانا على طول فيها. الاتمان عندنا حاجات بتبدا من اول 10 جنيه من اول 10 جنيه من اول 10 جنيه لحد 10 جنيه ياخد بيها قد ايه؟ معلش يعني عشان 10 جنيه ساعه والله يعني مكان كامل ساعه ب 10 جنيه تمام. لحد بقى لو في شركه يعني فاهم حد خلاص بقى يبقى هو ده مكانه مستمر فيه ب 1200 جنيه بياخد يعني ممكن يشهر الشركه في المكان، ممكن التليفون يعني فاهم يعتبر بقى خلاص دي فاهم هي اكن دي شركته يعني. طب وبالنسبه لا ورقيا، لان دايما لما يبقى بشهر شركه لازم يبقى لها مقر معين، لازم اعمل سجل تجاري مش عارفه مين، الحاجات دي كلها بتقدروا ان انتوا يعني تعملوا الاوراق دي ازاي من خلال مكان واحد يعني؟ ما دي برضه يعني من الحاجات برضه اللي احنا استفدنا منها ان احنا كلنا كنا متجمعين في مكان واحد، فكلنا بنشتغل مع يعني محاسب او محاسب قانوني ومحامي واحد. بس كلكم عاملين سجل تجاري واحد؟ لا لا لا، كل لا. شركه بيبقى ليها سجل تجاري، وهو يعني هو متاح يعني فاهم في كذا اوبشن في في القانون ان انت ممكن مثلا يعني انت يعني تكتب العنوان كورنر يمين او كورنر على يمين على حسب المساحه، مثلا لو هي الشقه مثلا 100 متر ممكن تشهر فيها مثلا لحد شركتين. ف فهي يعني هي ليها حاجه في القانون، يعني دي ليها حل قانوني، ليها حل قانوني مش مشكله مش بجانب ان في جزء بالذات في يعني في قانون الاستثمار ان انت ممكن بتشهر الشركه بعنوان مؤقت لمده سنه. ف
على حسب بقى يعني كل شخص محتاج ايه. فبس في شركات كتيره جدا يعني عملوا يعني فهم اشهروا معانا ومكملين. الحقيقة مرة تانية بشكر حضرتك، وحضرتك شرفتنا المهندس مازن حلمي، الحقيقة نموذج للشباب المختلف المتفتح اللي عمل فكرة مش ليه هو بس، لا دي فكرة للعديد من الشباب ان هم كلهم يبقوا رواد أعمال. كده تكون انتهت حلقتنا النهاردة، وان شاء الله أشوفكم على خير في يوم جديد، يوم ان شاء الله يكون علينا كلنا سعيد، وصباح دريم.